من التايكوندو للبيج رامي، الأسطورة المصرية رامي السبيعي الشهير ببيج رامي، أجل ميعاد وصوله للقاهرة عشان يوصل بكرة بإذن الله بعد ما كان مقرر وصوله النهاردة. البطل العالمي هيوصل القاهرة بكرة الساعة 11 الصبح، هيكون في استقباله عدد من المسؤولين وأكيد عدد من أفراد أسرته. بيج رامي كان حصد بطولة مستر أولمبيا 2021 واللي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله كمان في 2020. الفترة المقبلة هيكون بالتأكيد في احتفالات كتير وحفلات كتير تكريم للاعب، طبعا إنجاز كبير بيحققه في بطولة مش سهلة أبدا. تكلمت معاكم قبل كده عن البطولة دي، وأي بطل بيحقق لقبها بسبب قوة المنافسة، هي بتبقى صعبة جدا، يعني هي منافستها صعبة جدا، ففكرة أنه يحافظ كمان على اللقب لعامين متتاليين فأعتقد ده إنجاز كبير جدا لرامي السبيعي.